على بركة الله مشاهدي الكرام الله يستمر والتحديات تستمر ينطلق بهذه اللحظات الشوط الرابع لقعدان المهجنات الصايل وهو الشوط الأول لقعدان المهجنات الصايل لسن الثنايا نتمنى التوفيق لجميع المشاركين نبدأ ونبحر بالصدارة الأولى بالمركز الأول من يتصدر هذه الأسماء النشمي لأحمد بن سعيد بن سهيل بن طاهي الراشدي من يقدم لنا النشمي بالمركز الأول يقود هذه الأسماء وهذه الشعارات أبو سعيد من يقدم لنا النشمي بالمركز الأول بينما ثاني الأسماء واصل مطفي لجابر بن راشد بن محمد الهاجري واصل وحاضر مع مدلل عبد عبيد عيد بن سعيد بن مبارك بدليوي المنصوري في ثاني الاسماء مع مدلل وثالث الاسماء العابر لسلطان بن سالم بن سلطان بن بطيء المحيربي وصل في ثالث الاسماء ورابع الاسماء قدام المساعد بن فهد بن علي الحارثي وصل وقادم مع قدام في رابع الاسماء وخامس الاسماء القدوم وال وصول في خامس الأسماء القادم عشاق لسعيد بن صالح من فرق الكثيري وصل وحاضر في خامسة الأسماء وسادسة الأسماء الفخر لعبد الله بن سيب بن مبارك الخيلي هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات الجميلة دائما الأول للست المراكز الأولى ولكن العودة مع الصدارة العودة مع المركز الأول العودة مع التحدي الأول شعار بن طاهي مع النشمي خلك نشمي أحمد بن سعيد بن سهيل بن طاهي الراشدي أهالي سهاد يطالبونك بالسلام وركز يا أبو راشد أركز على هذا الموقع المتميز محمد بن راشد بن حمد الغيلاني يتابع هذا الشعار بالصدارة الأولى من يتصدر هذه الأسماء مع النجمي والثاني الأسماء القادم مدلل وصل مدلل عيد بن سعيد بن مبارك بن دليوي المنصوري وصل مع مدلل من الزاوية الثانية والقادم والواصل غدام المساعد بن فهد بن علي الحارثي في ثالث الأسماء ورابع الأسماء القادم رقم 2 بحر طامي رقم 3 وقادم الواصل في رابع الأسماء التسلل من الرقم 1 العابر سلطان بن سالم سلطان بن بطيء المحيربي وصل في رابع الاسماء وخامسه الاسماء نتراجع الى خامس التحديات
وصل وحاق لسعيد بن محمد بالعصري الخيلي وصل مع وحاق في خامس الاسماء وسادس الاسماء ملفت شعار بن طاهي وصل مع ملفت احمد سعيد بن سهيل بن طاهي الراشدي في خامس الاسماء وصل بحر طامي لسالم بن علي بن هلال المنصوري. هكذا هي النتيجة لهذه الاسماء ولهذه الشعارات ندائنا الثاني، ولكن العودة مع الصدارة. نعود مع الصدارة، نعود مع التحدي الأول والصراع الأول. لا زال النشمي من يقود هذه الأسماء، النشمي بالصدارة بالمركز الأول. أحمد رسعي بسهيل بن طاهي الراشدي يقدم النشمي بالتحدي الأول والحصة في البطون. ودير بالك القادم مدلل من الزاوية الثانية، يدلل سعيد بن سعيد بن مبارك بالدلوي المنصوري في ثاني الأسماء. وصل وحاج لسعيد بن محمد العصري الخيلي في ثالث الأسماء. ورابع الأسماء وصل بحر طامي لسالم بن علي بن هلال المنصوري قادم مع بحر طامي. ورابع الأسماء قدام المساعد فهد بن علي الحارثي وصل وحاضر في خامس الأسماء. وسادس الأسماء رقم 14 شعار بن طاهي ملفت أحمد بن سعيد بن سهيل بن طاهي الراشدي حاضر ووصل مع ملفت في سادس الأسماء. ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المركز الأول والتحدي الأول. ما شاء الله وتبارك الرحمن على الانطلاق على التحدي. من قير بالصدارة الأولى مدلل عيد بن سعيد بن مبارك بالدلوي المنصوري يقدم لنا مدلل بالمركز الأول. وصل وحاج لسعيد بن محمد بالعصري الخيل وصل مع وحاج وقير مع الصدارة. وثالث الأسماء تراجع في النشمي أحمد بن سعيد بن سهيل بن طاهي الراشدي قادم مع النشمي في ثالث الأسماء. وقادم بحر طامي لسالم بن علي بن هلال المنصوري في رابع التحديات. وخامس الأسماء وصل وحاضر الفارس لعبد الله بن سعيد بن مبارك الخيلي. وسادس الأسماء ملفت لأحمد بن سعيد السيل بن طاهي الراشدي. ولكن غادرنا لائحة الألف وميتين، لائحة الألف وميتين يا مضمرين يا متابعين. ركز يا ويا مالك وحاج سعيد بن محمد بالعصر الخيلي من يقدم لنا وحاج. وصلنا لائحة الكيلومتر الأخير الكيل الخطير يا مضمرين يا متابعين. بحر طامي وصل مدلل عيد بن سعيد بن مبارك بالدلوي المنصوري. وبحر طامي لسالم بن علي بن هلال المنصوري. ما شاء الله وتبارك الرحمن. وحاج من يقود هذه الاسماء والحصى في البطون بدون اوامر. ركز يا بالعصري، دير بالك من بحر طامي. وصل بحر طامي لسالم بن علي بن هلال المنصوري. وصل مدلل عيد بن سعيد بن دلوي المنصوري. وين السلام؟ ولكن وحاق بالحصى في البطون وحاق الدفعة تلغوي. تهانينا من هذه اللحظات لمال
لك وحاجه سعيد بن محمد بن عزلي الخيلي. الله يا ابو محمد يقدمنا وحاجه بدون اوامر ولا تعليمات الحصار هكذا ومن في البطان. تهاني لسعيد بن محمد سعيد بالعصري الخيلي على فوز وحاج بهذا الشوط بدون اوامر ولا اي تعليم لحظات الوصول. المركز الثاني مدلل عيد بن عيد بن سعيد المبارك بدريوي المنصوري، وثالث الاسماء بحر طامي لسالم بن علي بهلال المنصوري. ورابع الاسماء الشغل سعيد بن صالح من فريق الكثيري، وخامس الاسماء الفارس لعبد الله بن سيب بن مبارك الخيلي، وسادس الاسماء قدام المساعد بن فهد بن علي الحارثي. هكذا هي النتيجه.